يمشي حلو، وفيه في سكة حديد، سكتين، سكة ما تشتغل، سكة ثانية حق تقطع تشتغل شغال حلو. السكة تشتغل فيها 19 ولد يلعبون كورة، والسكة اللي ما تشتغل عليها ولد واحد. وأنت الآن عند هذا اللي يغير مسار السكة، اللي من هنا يتفرق عاد. طيب اسمع، أيوة، تختار الطريق يمشي على سكة تشتغل ويدعس 19، ولا الخربانة اللي القديمة ما تشتغل ويدعس الواحد رايد. طيب هي ما تشتغل، شلون امشي عليها؟ تشتغل بس انها قديمة. اختار، اصبر خلنا نفكر. بقى 19 لاعب يلعبون كورة. لاعب ايه؟ ولع 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 طفل ايه وغير هذاك واحد يلعبون على السكة اللي دام تشتغل، والثانية القديمة بس شغالة بس قديمة. لو راح اذا على 19 لاعب ليه؟ اللي يضرب توجع. انت اللي ذبحته صدم من العاب. القطار فيه احد؟ ايه فيه؟ ايه شو في حل؟ في احد قطار، في ناس. طيب السكة القديمة خربانة صح؟ لا شغالة بس قديمة. زينة كلها. ايه بس هذه قديمة ملغاة، وهذه لا رسمية ليش ملغاه؟ ملغاة خلاص شغالة. مش يصير عليها خاف ينحش يروح معها بعدين ينحش لا يروح. طريق ثاني بس ملغاه، طريق اطول بس يعني اقدر يمشي معه بامكانه. يقدر امشي معه اكثر. والله انا ترى ما فكرت، انا قلت كذا بس استعجلت باجابتي. عادي يغير عادي خلص بعذيب. سؤال ذاك هو حشر واحد ولا حشر له 19؟ وانت انا قلت السالفه بس 19 ليه؟ موت جماعي. الصح هذه في كتاب اسمه كتاب فن ذات المواقف، الصح انه يروح 19. ليه؟ لان 19 عارفين انهم يلعبون وين، عارفين انهم يلعبون وين، قد سكت قضاء في السكه الشغاله، في سمعوا الصوت شو بيسوون؟ هربوا بيخروا تحاشر. ايه وذاك مو من حاش لا سبحانه. مستحيل حاش. ليش؟ لانه عارف ان دي ما تشتغل نهائيا، فعلا. والصوت بيعدي صوت قطار والسكه شغاله. ايه لذلك كل واحد يتحمل ايش؟ قرارات، فهمت؟ كل واحد يتحمل قرار. ثاني شيء اذا حطيتها على هذا ما بس الله صحيح وصاد صح ولا لا؟ لانه هو هن مسارين جنب بعض، فزي ما تقول كل يوم يسمع، كل يوم يسمع قطار رايح من جنبه. ايه يعرف ما يوجع عنده. هذولك عارفين مرة السواق شلون عاد يفكر بوقته هو حوله. المهم انك تسوي الصح، ما يهم الكثره في الكبير، صح تسوي. مشكلة الفكره حلوه يلا بس يا ايه ولا اللي صار السواق خاف يحشر احد منهم. لا ما يحشر، مستحيل مستحيل. تخيل انك تلعب، تخيل انك تلعب زي تخيل هم انحاشوا وطاحوا. بعلمك حاجه، تخيل انك تلعب يوميا شبت رجله بس يوميا تلعب كوره في سكه حديد، وانت عارف انها ايش؟ مقفله لك سنه سنتين تلعب فيها، تسمع القطار يوميا رايح جاي رايح جاي. توقع انه في يوم من الايام تسمع صوت القطار العادي بتوخر وتلعب كوره؟ خلاص تعودت ان هذا ما مستحيل يرجع له. لكن ذولاك اللي يلعبوا في الطريق اللي دايم كل شيء يوخرون، كل ما سمعوا صوت القطار وخروا. فعلا بيوخرون. تعال استفيد مني ترى، بعدين يمكن يطلع برايم. كفو والله رجعك ما عليك. بس السواق كان هو دلخ راح يم الواحد دعمه وطعمه ودعت عليه امه ام هاليمة وقص سجن. يا ولد نبي قطار من حي البقعة. بقعة وين على حدود اي دولة؟ دولة حاي. صدق ما يقولون بقعة؟ ها بقعة وين بالضبط؟ بقعة بحاي. وين وين بالضبط؟ شلون؟ وش حدها؟ من يمين يسار فوق تحت؟ انت تدري وش بقعة؟ عندها الجديدة. عند الجديدة ها؟ الجديدة؟ حدها دولة برا السعودية وش دولة يقولك بحاي؟ محافظة. تعرف مثلا اللي يقول بقعة؟ هي بقعة هي نفسها مثلا؟ لا 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 غير ايش هو مسمى؟ بقعة زي ما تقول بقعة الصواديف او الزمن او المصايب، فهمت؟ هذا مسمى لكن الحقيقة هي خرخير. باقي في احد ولا خلاص؟ يطلعهم كلهم صح؟ هالخرخير طلعهم كلهم والله ما ادري.
طلعهم كلهم اخي. اي والله ما في احد. ليه؟ خلاص ما قطعه. من زمان اطلعهم. منها؟ هذا خرخير. وين خرخير؟ لا مو خرخير اسمع. هذا والله خرخير ظني. خرخير هذي قال وين خرخير؟ وش في ربع الخالي. طلعهم كلهم ما عاد في احد. لا ما عندهم خدمات ما عندهم. اي لا ما عاد في بشر في خرخير خلاص. في الربع الخالي. انقرضوا؟ لا. يا ضاعوا ناس مساكين وماتوا ناس وراحوا ناس. اللي يداومون واللي شرك مدارس ومدري ايش. طلع كل البشر اللي فيها. نقلهم برا خرخير. اشو. يا الربع الخالي وين متسانه؟ طيب انت قد سمعت ذا المثل اللي قدامك نهر. تبغى تقطع النهر ذا. في سفينة. وعندك ذيب. ابو طلي وعلف. وعلف قد مر عليك ذا صح؟ بس انت جواب انا اذكر. وانت ترى ما مر عليك؟ كيف تنقلها؟ انقلها شلون؟ ما في الا مقعدين معك. ايه يعني انت والخروف والعلف مثلا، ولا انت والخروف والذيب، ولا انت والعلف والذيب. يلا كم ما تجيب لازم تروح. لحظه انا ما فهمت السؤال. عندك علف، عندك ذيب وعلف وخروف. ايوه لازم تنقلها. عندك سفينه وعندك نهر لازم تنقلها وما ما ما, ما تشيل معك الا حاجتين بس. لا حاجه واحده. حاجه واحده؟ اه. بحيث انه ما يبقى هنا لا هنا ولا هنا الذيب والخروف ولا العلف ولا الخروف بس. يلا انقلها على واحد وانا عاد اروح تردد عليه نروح انقل وارجع وانقل. ايه. يلا بسرعه. شو بتنقل؟ قشين كلهن. لا ما في. معك مرخبه. صاري بتروح. ماك ما عاجز لانكس. سهله هذه ما يبي له. يلا اللي به مخ ما يبي نخ. يلا انا معي مخ. يلا تفضل. ثقف انسان مثقف. شوف يدي الله يقوي. شو القرم شو القرم شو الساعه شو ما تشتغل. اول شيء اخذ عارف انت بتذكر الاجابه. اخذ الخروف كله لازم ما ينقص منه شيء. أو ما أخذ الخروف. ها؟ إيش ذا؟ ها؟ أخلص علي، وش ها؟ أخذ الخروف. ها؟ ها؟ بنقلة. اسمع صديق. ها؟ أول شيء أخذ الخروف. ها؟ وديه. طيب. الذيب ما يقدر ياكل العلف. طيب. فأرجع. ذكرت الإجابة، أنا أبكيها بكيها. إيه؟ اصبر. ذكرت الإجابة. ثم ناخذ عدي سواء الذيب ولا العلف. ونكش ورجعت للثاني. ها وش تاخذ؟ مثلا نزلت الخروف. ها ورجعت خلينا نقول خذيت العلف. طيب ولا الذيب رجعت. لا وش تاخذ منها؟ اخذ العلف. يلا ها خذيه ورجعه عند الخروف. طيب اكله ياكله. اكله طيب. انتهت بسرعه. ها اكله ياكل. جوعان انت تقول خبر البهايم تعرفها جوعان. طيب اخذ الخروف الذيب ونزل عند الخروف. بياكل بياكل الذيب بياكل. تعبان بعد معي بهالنهر طول عمره. لا ذبح الجوع. والموج يقول هلا يصفق من حدره. ايه. يختل يا ما اجيب ايسر بينه. ايش رايك؟ والله مو حل اجابه. هذا في اجابه. لحظه انا تكفى بدي افكر والله صدق هذا حلو. ذبح بالي انا وانت تسمع. شو لا لا. ياخذ اول شيء يا اسوء الخروف. حلو يوديه. اسمعني ياخذ الخروف يوديه. يرجع ياخذ اصبر ياخذ الخروف يوديه. يبقى هناك الذيب والعلف. يرجع ياخذ العلف. لا انا ما شديت اول شيء الخروف. ياخذ العلف اول شيء. ياخذ اسمع العلف. اسمع مني. ها. ياخذ ايه ياخذ الخروف يوديه. ها. ويرجع. ياخذ الذيب. ها. يوديه. حلو. ها. لا اسمع والله حلتها. ياخذ الذيب ياخذ الخروف اول شيء. ها. يوديه. ها. يبقى هناك الذيب والعلف. اي يرجع. يرجع لهم ياخذ ايش؟ ياخذ الذيب ياخذ العلف. ها دقيقه والله ولد ما يجاب في احلامنا. والله الذيب يجي في حماه
وصد ما هو يما تو جاي من سفر والله اعرفه تو جاي من سفر وتحات حاله لا تروش تحات حاله ما من سفر لا لا تسع هلا نهر نهر ياخذ اول شيء قريب اجي وصيه اسمع ياخذ ولد اسمع اصبر ياخذ اول شيء ادي الخروف وقول الذيب هات العلف تعال ايش رايك؟ ها؟ بعلمك انا اسفل والله جاب صحيح اتحدى ياخذ الخروف يوديه يرجع حلو ياخذ اصبر ياخذ الخروف يوديه يبقى العلف والذيب اخذ عقلك ايوه يودي اول شيء يودي الخروف يرجع ياخذ مع الذيب ينزل الذيب ياخذ الخروف ينزل الذيب ياخذ الخروف طيب يوديه ينزل الخروف ياخذ ايش؟ العلف العلف يوديه يرجع ياخذ الخروف يوديه صح يا ذكي من اول يا اخي انا ادري اول شيء تاخذ العلف هذا اذا حليته خلاص تديه العلف انت الخروف اكل الخروف الخروف بعد عقب ناخذ الذيب وديه عند العلف ما يعرف لا عقب يذكر خلاص كذا كذا خلاص قاعد تعشى الذيب الشر شوف حليتها وانت ما انت تعرفها قبل والله نسيتها يلا اعطوا اعطونا شيء والله ترى احلى اعطيك لغز يقول لك يقول لك هذول ناس في شعب وما هم في شعب ها؟ ناس في شعب يعني في شعيب ايه وما هم في شعيب وما لهم روس حلها ما لهم روس؟ ايه ناس في شعب وما هم في شعب شعب وش هو؟ شعيب يعني كيف؟ ناس بشعيب؟ ايه ايه وما هم في شعيب ما هم بشيء ايه ولهم روس ولهم روس ايه ما لهم روس شلون بين سؤالك عشان حلو ناس في شعيب ها وما هم في شعيب ها وما لهم روس هي مشكلة كيف ما لهم روس ناس ناسب شعيب ناس بشعيب وما هم في شعيب الذئب يعرفها مسوي يحلل لا والله والله اني اعرفها ناسب شيء جن هذولا ما جن انا سؤالك اسهل شيء في الحياه سؤالك ناقص ناس في شعب وما هم بشعب وما لهم روس بس كذا ما لهم روس تاقف لمه يا سهلها يا ريجي هي تتعلق بكلمة صح؟ ناس بشعيب ايه وما هم بشعيب ايه ايوه ما لهم روس هم بشعيب ايه والما حقهم بشعيب ثاني ايوه ها؟ ايوه ما هم ايه ما هو ما هم ايه ما هم الما حقهم بيرين ايه بشعيب ايه زين؟ ايه وما لهم روس قد اجيبها قبله علمكم لا ما لهم روس ما هي وارده ما لهم روس روس ما لهم روس ما لهم روس غنم صح ناس في شعيب وما هم يشربونه في شعيب وما لهم حلال يعني لهم روس جابها الدار غذا ما جبت انت لا لا هو ما جاب انا جاوب انت كنت حلال بالله جاوبت اي والله صح والله العظيم اي والله بس قلت الماء بس لا قال ما وقال الروس الحلال انا هلا قلت روس ما احسب انه هذا ايش ليش ما جاوبه بسرعه اللي قاعد افكر بكلمات احسبها فيها لخبطه ايه جاوب صح والله انه يديك طيب ها 1-0 بس انت ما عندك شيء عطنا لغز انا عندي لغز ها انا عندي لغز قصيد ما هو مثلكم انتم هات يلا نجيب يقول جيب اللي تجيبه مقبول منك انشدك عن رجل مكبل ومسجون انشدك عن رجل مكبل ومسجون وربعه تحاربهم سهوم المنية يطيع كل الناس عاقل مجنون ولا يطلعون كود يذبح خويه يطلعون كود اكل ادعوا اكل لا ما علم ما علمت قاعد انشدك عن رجل مكبل ومسجون وربعه تحاربهم سهوم المنية يطيع كل الناس عاقل ومجنون ما يطلعونك ود يفقد يذبح خويه ها مش خال
وش البيت الأخير؟ يطيع كل الناس. هو بالبداية شوف في بيتين سهلة، أنشدك عن رجل مكبل ومسجون، فهمت الفكرة؟ وضحت؟ وربعه له ربع، ربعه تحاربها مشهوم المنية بحرب، يطيع كل الناس عاقل ومجنون، يطيع العاقل ويطيع المجنون. لا يطلقونه من السجن كود تذبح، ما يطلقونه كود يذبح خويه، يا مات خويه وطلع عدهم سهل. يلا عليه نقاط عشان ما تطلع براي. طير شلون؟ ايش دخل الطير؟ لا لا شوف، اي واحد يجيب اجابه يسوي شرح يفسر تفسير. الطير ظني طبخه. طيب كبلوا. لا ايش دخل الطير؟ يلا اصبر خلينا نشوف. مكبل مسجون. شلون مكبل مسجون؟ يعني مربوط ومبرقع. ها طيب. ها وربعة تحاربها مسجون المنية شلون؟ يعني خطا الدالغه. اي خطا يقول من البدايه ما اقعد اشرحها. اي انا ابيك ما هذا ما تحداك كان حي هذا شيء انجماط قد يكون. يلا سهل والله سهل، اقسم بجلال الله سهل. وربعه تحارب فرشة اسنان شلون؟ انا ما ابيك تجاوب ولا تعطيني التوضيح. شفت كان رجل مكبل مسجون. ايه اقارب الساعة. هلا لا اقارب الساعة. قل طيب اشرح لي. انشأتك عن رجل مكبل ومسجون مكبل. ها الساعة داخل ساعة. ها ثاني شيء وش ورجل طيب المكبل داخل الساعة؟ اقارب الساعة. ها اقارب كثار. انا قلت رجل ما قلت رجال. اقارب الساعة ذي واحدة منها. طيب ها ايوه مكبل مسجون ربعة تحاربه مسهوم المنية. الوقت يمضي كالسيف يقتل تقتله وقتله. طيب يطيع كل الناس عاقل مجنون. يطيع عادي كم ساعة ساعات كذا. لا ولا يطلع ولا يطلعون كود يذبح خويه. لو يطلع هو يخرب يبقى كله ما عاد في قيمة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. محاولة حلوة بس لا. يلا حجار. شلون؟ حجار الساعة. صح؟ شلون؟ شلون جبت علم التفسير؟ انا يا رجال صح. لا صدق صدق اي علم التفسير. طيب صح قريب انا بطلت ساعه. طيب علم التفسير. شفتك على الرجل مجوب ومكبه جوبه. انا كره صح عرفت اشرح. ها ما بصحه تعب عمري. لا لا وش التعب عمرك؟ انا علمك انا علمك انا علمك انا علمك. بطاريه مكبه جوبه ساعه. حلو؟ وش ربعه تحاربهم مسهوم المنيه؟ ربعه اللي هم بطلت برا في البقايل اللي يستهلكون منها. ايوه اي شيء مثل ساعه. ساعه حركتها تستهلك من البطاريه. هي قاعد تستنفذ. يطيع كل الناس عاقل ومجنون. يطيع كل الناس. هي عاد اي واحد ركبه في شيء يشتغل فكه او يفره. ايه طيب ولا يطلعون كود يذبح خويه. ايه يموت الوقت خلاص ما عاد تشتغل الحاله. خطا طيب عن الرأس. خليني اشرح ليش. مو بالحجار مو بالساعة كله. رمعتك ماكسة. ها رمعته ماكسة. وش هو؟ انت رمعت رمعة ما هي يم على الهدف ابدا بعيد. هو جماد. شوف هو جماد. طب ما حد قرب منه. لا والله انت ما ترى ما قلت على هذا. قال الساعة بالبداية وانت قلت الطير. حطوني اجابات. يلا نستخدمه يوميا في الحياة. مو انا اعلمك هذا استخدمه يوم صغير. مو يوم صغير بس يوم صغير اكثر من هالحين. وانت استخدمته؟ اي واحد بالمنتجع ما استخدمه. بضاعة. شوف اي واحد بالمنتجع ما استخدمه. بضاعة. حبيبي كلهم استخدموا الرضاعة. لا لا ما بكم اللي كلكم استخدموا. لا 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 انت استخدمته. ها ايش قاعد تقول؟ انا خل هالحكي من وش اقول؟ تقول ما بها احد انا استخدمه. تقول ما ابغى احد استخدمه الا استخدمه يعني. كلهم استخدموا يعني. قول الا استخدمه. مو بتقول ما ابغى احد ما استخدمه. ما قلت ما بكم اللي ما استخدمه. خلاص ازعجتونا على النقطة. طيب يلا خلاص انت استخدمته كل احد. استخدمونه احنا صغار. بس الرجال يستخدمونه. بس الرجال. النساء قد يكون بعدين
يستخدم منه يمكن لحد الآن. السيارة شلون السيارة؟ أنا علمتكم النجومات أنشدك عن رجل مكبل ومسجون ربعه تحارب همسه والمنية يطيع كل الناس عاقل ومجنون ولا يطلعونه كود يذبح خويه ما يستخدمونه لين يطفى الثاني هو هذا هم خوياه هذا يقول لك يتحاربون ها يمكن يمكن يموت يمكن ما يموت بعد هو مسجون ما يطلع على ما يموت حد اخوياه ويصير مكانه وش تبي غير التوضيح هذا وش ذا وش تبي غير التوضيح ايش قلت قلت اخر شيء ما واضح والله واضح ما فكرتكم المشكله انكم مدرسين كلكم مدرسين هنا المشكلة. ايش دخل مدرس الموضوع؟ ما صرت مدرس لأنك تفهم يعني وشاطر. يا مجرم تغيري هاللون يلا حل. أقسم بجلال الله إني وضحت زيادة. وش ما غيرت عند الأبيض؟ قلت لكم. وش وضحت؟ هو مسجون زين؟ وله أخويا. هالخوية هذول متحاربون مع لهم ناس ما ندري يعني. يمكن يموت يموت أحدهم يمكن ما يموتون بعد زين متى يطلع هالرجال هذا هالمسجون يا مات حد أخوياه خذوه وقبروه وحطوه مكانه سهلة سن ها السن شلون البرس شلون يتحاربون مع الطعام مع طيب حلوة هذه طيب شلون مكبل مسجون في فم مثبت في الجماع أيوة تحت ها إيه ويطيع كل الناس عاقل مجرم شلون أنا لو أحط مجرم يأكل ويطلعونه كود يذبح خوية شلون يعني إذا كسرت سني يطلع مكانه إيه يطلع من تحت خطأ عطنا إجابة خلاص ملينا مليت ترى هو وارد 100% يعني بقولك تقول عز الله صحيح بعض 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 الغاز ما هو وارد حله ها هو بالسيارة السيارة كفر شلون ما ادري لا ما بك تقول اشرح لي انا غدي طافي اشرح لك خليك ايش ها بس يلا ذي يمكن يجيبه كفر الاسبير صح كبل مسجون سواء بلا تحت السيارة ولا بالشنطة ومكبل مسجون ها طيب والحرب وربعه تحاربها مسهوم المنية تمشي يمكن يبان شري يمكن ما يبان شري يطيع كل الناس عاقب مجنون اي واحد يطلع ويدخل هندي بنغالي باكستاني يعني ذولا صحين مجانين سعودي طيب اقول لك مثلا يطيع كل الناس عاقب مجنون ولا يطلعون كود يذبح خويه اليوم انه مات خويه بنشر اكبر خلاه طيب مسهوم المنية وشي مسهوم المنية الموت الموت إيه تحاربها مسهوم المنية يمكن متسحل الكفر لا فعلا وارد 100% جيت بقول تستخدم وانت يمكن بست شهور مرة مرتين على حسب كفراتك إذا صينية ولا تشاين جابان ليه ما هو وارد أشوف أنه سامج إيه مثل وجهك لا والله مثل قايلة استغفر الله ها؟ فين فيك ما شفت الله؟ تنام طفيت كفو كما كنت طيب والعلم دعاكم صلاة وراكم تمثيل اليوم تبي تنام يا عزيم؟ بكتب ذي تكتب عن شغال اخوياك؟ ها؟ تكتب عن اخوياك؟ ايه عندي ربع على الحرام انهم لا 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 قد جلسنا وخلاص الربع المطبخ اليوم من عليه عقالك عندك شوف على يسارك المطبخ عقالك على يسارك ها العقال حقك على يسار هنا ايه اخذ الصقر يقول لي
الحرامي الكذاب. ولد المطبخ من عليها اليوم علينا. مسكين من قال وفا لو حبيبك يروح يا ناس يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا ناس يا لا 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 يا لا لا